ستات مصر الجدعان الشطار اللي في أي شغلانة سدين عين الشمس. خلونا دلوقتي نتعرف على قصة وحكاية جديدة، وإحنا دايما بنلقي الضوء على حكايات من سيدات مصريات شطار وناجحين. النهاردة معانا ست مصرية ناجحة وشاطرة في النجارة وصناعة الموبيليا، قصة أم محمد، خلينا نتابعها مع بعض. هي السكينة في المحن والمعينة لأهلها، زرع الله فيها القوة لتكون سنداً وعوناً لأسرتها وزوجها، متحدية كل الظروف المحيطة بها، كما أنها وبجانب عملها طوال النهار تستطيع الاهتمام بمنزلها. أنا قدرت أتغلب على الصعوبات والتقاليد اللي إحنا طبعاً في الصعيد هنا، والحمد لله إن أنا قدرت إن أنا أقف وأثبت، يعني الحمد لله إن أنا قدام الظروف اللي إحنا مثلاً بنقول عليها كهنا في الصعيد إزاي الست بتنزل. أم محمد امرأة أربعينية رفضت الجلوس في المنزل ونزلت إلى سوق العمل لتحقيق دخل للأسرة يسترهم من مد يد العون وطلب المساعدة. جوزي طبعاً كان شغال بره باليومية، عرضنا على بعضينا ان احنا نشتغل، نفتح ورشه ونشتغل فيها وانا اشتغل معاه. تعمل ام محمد في مجال النجاره، تلك المهنه الشاقه التي تقتصر على الرجال، لكنها فضلت الدخول اليها من اجل عائلتها. ام محمد اصرت على العمل بهذه المهنه واستطاعت ان تتقن تفاصيل المهنه في فتره قصيره. صراحه مهنه صعبه ومش ما فيش ولا ست مثلا بتتعلمها، بس احنا مع الاراده ومع العزيمه طبعا اننا قدرنا نوصل للي احنا عايزينه وفتحنا فعلا ورشه. تمردت ابنه محافظه بني سويف على العادات والتقاليد التي لا تسمح بعمل المراه في بعض المهن، حتى اصبحت اما لثلاثه ابناء تتشارك مع زوجها مهنه واحده الى جانب رعايه الابناء. ببدا يومي من الساعه 8، طبعا بفطر اولادي وبمشيهم طبعا اللي على الكليه واللي على الثانويه العامه ولا على ابتدائي، فبنزل باجي الورشة، فبشوف طبعا لو جوزي فيه شغل بره هو بيطلع وانا بمسك الورشة بشتغل فيها وبحاول اشطب اللي موجود معايا. وما ان تنتهي ام محمد من تنفيذ طلبات عملائها بحرفية ودقة عالية. بعمل اوض نوم وانترهات وصالونات ونيشات وصفر، بعمل كل حاجة الحمد لله، والحمد لله بنزل اشتري الخشب والابلكاش والغيرة والمسامير. حتى تغمرها السعادة لنجاحها في الانتصار على مصاعب الحياة واكتشافها موهبة جديدة بداخلها. حقيقة يعني تحية لأم محمد صانعة الموبيليا بنت محافظة بني سويف الصعيد. المشهد ده مش غريب على ستات مصر أبدا، يعني في مشاهد كتير وفي سيدات مصريات عظيمات جدا في كل المجالات المختلفة، اللي الناس بعض الناس يفتكروا انها بس قاصرة على الرجالة. لا، احنا بنشوف ستات بيشتغلوا في النجارة وفي الجزارة وفي كذا حاجة. انا عايز اقول لك احنا من كام يوم كان معانا تقرير عن سيدة مصرية بتعمل ايه، صيانة تكاتك، بتساعد جوزها في صيانة التكاتك عشان هي لقت برضو ان الظروف في البيت مش مساعدة، فاضطرت ان هي تنزل وتساعد جوزها. نفس الوقت عندها ثلاث اولاد، ونفس قصة ام محمد تقريبا. كان معانا قصة آية طبعا اللي وقفت جنب جوزها، وزي ما انت قلت هو ده المتعارف عليه عندنا. صحيح. في ثقافة السيدات المصريات. صحيح. ان هي ست مصرية جدعة زي ما قلنا في التقرير، بتسد فعلا عين الشمس. صحيح. وفعلا تحية لأم محمد وكل سيدة مصرية بتسعى للقمة عيش شريفة لأولادها ولأهلها ولبيتها. وكمان الجميل في التقرير ده سريعا انه من الصعيد، انتوا عارفين طبعا الصعيد موضوع عمل الست والمرأة وانها تنزل تشتغل وتزاحم الرجالة دي تبقى صعبة شوية، لكن لا بتشتغل وبتشتغل بجد
بجد وبتشتغل كمان بشكل مختلف. احنا شفنا ايديها ما شاء الله بتشتغل في التقرير، يعني تتلف زي ما بيقولوا كده في حرير يعني.